العرض الصحي يتعزز من جديد بجماعة عنهودة بعمالة سخيرة تمارا. انطلاق خدمات مركزين صحيين حضريين على المستويين الأول والثاني النسيم والصفاء. المركزان تم تشييدهما في إطار شراكة بين وزارة الصحة وشركة رباط للتهيئة ومساعدة منح إماراتي. افتتاح جوج ديال مراكز الصحة، واحد من المستوى الأول وواحد من المستوى الثاني، واللي كيدخلوا في السياسة ديال تطوير العرض الصحي، كيف جاء على لسان صاحب الجلالة الله ينصرو في عدة خطب ملكية أن القطاع ديال الصحة خصو إصلاح جذري، ولا سيما كيحث على سياسة القرب. إذا تقريب الخدمات من المواطنين، هذا هو القصد والهدف من هاد جوج ديال المراكز. شرفت مساء هذا اليوم برفقة معالي وزير الصحة لتدشين مركزين في منطقة عين عودة يقدمون الخدمات الطبية لساكني عين عودة. هذا عمل خير وعمل إنساني، وواجب علينا كلنا أن نقدم كل الدعم لأخواننا المحتاجين هنا. المركزان سيقدمان خدمات صحية متنوعة كالفحوصات الطبية، تتبع الأمراض المزمنة والعلاجات التمريضية، التخطيط العائلي، تشخيص سرطان الثدي وعنق الرحم، وتكفل المتكامل والمندمج لأمراض الأطفال. كما أنهما مجهزان بأحدث المعدات البيوطبية واللوجستيكية الحديثة عالية الجودة، ورصدت لهما وزارة الصحة مواردا بشرية كفأة ومؤهلة لضمان سير الخدمات الصحية والعلاجية بهما. بالنسبه للمركز الصحي جاء لي واحد اضافه نوعيه من ناحيه للموارد البشريه للمعدات الطبيه الحديثه اللي غادي بيان سيو غادي تعزز من الخدمات الطبيه للموجهه للساكنه ديال عين عوده، خصوصا في هذه الظرفيه للساكنه ديال عين عوده عندها واحد خصاص كبير من ناحية الخدمات الطبية. من المرتقب أن يقدم مركزا الصفاء والنسيم خدماتهما لأزيد من 75 ألف نسمة لتحسين ولوجية المواطنات والمواطنين للعلاجات والخدمات الصحية بالمنطقة.